دوله بارلمانكا دوله فدرال كسوماليا مولاي شيخ آدم محمد نور شيخ آدم نور سيهايها أهمكو حجينكا قدوميها بارلمانكا كونفور قلبي حلبان مدى يوزيره دوله فدرال كا حلبان مدى يوزيره دوله قدرات كا كونفور قلبي سياسيوتا سراكيشا عيد مدى مشرحين تا قدي ديموليشيسين تا أغوية هنالا لترياشا إدكستا ومناصرة دان كسو غيب الشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام إلهي بار محله نسوق عرسيني قبل قبلي شركي ديموليشيسين تا مددني يوم سور سعودي إلي عارو تاي إلهي ونبو مهدن هنا إلهي ومهد أساس كلي كدي وحنا رأيو كان إنان أغم مهد عليو بدونيها بارمانك فدرالك سوماليو مدام شرعال محمد نور وقوان سلي استعلي شغالي سيوغو سوطاقي كفكيري وقت قريني قوان سيوغي كونفور قلبي وحشيسه ودولات مريده ينرام كريده يشاركيه ديه إلى شرعيسه قعمها رئيسه يستو سيدا داد كسر ماليه وكري ديو عرام تيده يدولو مريده وأدكتو قوان سيوغي أنتي آدي يا رأي محسن تاي مدن قدومية مان تا تاريخ بران على سومري واح بران أو بران أو تاريخ أو مراكسن دي يانا دان وكسو سوبسي لكن محنكو حق الجنايا مان تا ميشا يشقا أتكارتي كونفور قلبي يو استاقد أو استاقتي نبغين تان يحلو اللوبة عنا وحيكون قليسا بعد ذهب له يتعرض له اللوانة قف كستا ورق كونفور قلبية وحقرانا هنا أبا يقابا هيا وليتمون هذا يمسولين هذا سيدا عد إسو صوح الغانتين وشقالي يواجباكي أدب المودات إن كستا كرمت هاي هدنا مدي القاس كهيدا على هاي أدقو صوتا يعدي مركو واحد سجده ويقال يا رأو ما حسن تاهي مكة داوه انه انه نكون مهد عيونه شغاس في عنا وقبطي انت اسكدين قلت الدلال كان يهوش عن انت بقول هاي ما هين دلال يعرى يمعيب يسهيسي يقف معيب قوناء مجري وعيه ارك تكر دون عشو دستوري أما سيدي نور هو فكر كيسة أي لا هاي وكل أدم شرعية دا يمان ديت كإلكشن كه يهيوح إلا بها اللي هاي آدي أنا بحو معي وحقر نار يهي منع أنا كنت الشمين منع أنا فبن رالي مكمنهم بعدين يصدح الواتكي بعدين أو سببتي دباتني دات كرهبة لو سوى قارتي سوى وقتين أفر السماء يعني انت جوه لغة مدهولينا عنكاها كونفور قلبي وعلي دورتي بارلمان باي دورتي حوكومة إيماني قرنو وديني حمران كيمي وزير دولة فدرال كتر سنباعها باعها سيستم جرانيني سي شرعيها لغة دورتي انتي انجولينا وعنكا الشقينا هاي سيدي البركان هرمر يشرف يلغسي لغتن له ويوقت وانا وليهي وانا لجوغا وانا لقوها هي تاريخ واجرته انتي انجوني وحن حوق سارني
إن دتك ما دام دواعته بدل يجتو أو كون فوق البيت بريد الشباب يستن دتك هاي كون فوق البيت المدارين كجوم إن السنة ورا أقول مرادان دواعته الآن أن يقول الله سبحانه أبدو بحسن أي كسر قحل يدواعته بدحد هو أحنا أدل الله تعدله وأنا الله نقول له أفرتي سنة وجمعي حرمتكم ورقاتها يدبنين كقرار انت والسنة غيرها اللهم ولا سنة غيرها النور بشغلين سخوقر سنعي سنة غيرها قرقار كبو كدراي سنة غيرها موشو كبو كدراي وح اسكو دلائي يوح اسهيستي انت ومجرين انت اسكدي وحيالي هو المرينتها يوحيالي دون اسك قيد تكاها ودون المرينة الوحرة جنعي أمر دستور كمجرد الجناة يحقرت كي دولة كون فرد البيت يكمل هاي قيت يقول لهم سنة هاي قيت مرنك أدليس وعاركيسا انتي وحان لغة الله عرقتي برن أو كان الدوين باي يميت دات كقار واتبع من صماليه سياه بانين عنين هاي يا وحاء لغة الله أما بلغة العلم هاي وحال رادنا يا مدكرين وحال رادنا يا إكستنشن وحال ردي لي من الحبل وحال يا رساس وحا حرت مدكرين تنور رادنا أما وقت كدرست الوضع لنا وإن يلسي جوغ وحكم لسيها هاي أرنتان انت أصلاك الدولت هاي أردتنا إذا يعني الناشا عسو عدد انت أصلاحين هذي أن ربنا حكم سيجوا أما ندل كربيو وحصور تدله وانكسر صنا وحجوا البرلمان أنا قانو إسلام بالأولي انكسر صنا هاي وما جاي عصب صوب الله إذا رشة عصب الله وما نسنا ما أنت هذي عن برستاو أيها إلى إدارة العين أنا اللي يبدك كلاس رك الفرد ده إيه ماذا؟ أنا لا ستة استبي بينا على برو يروح شغلتي يهرب سامرتي أي دورة معي ماش عصيرك كم في كيلومتر وعن كم في كيلومتر إذا دور المويه كم فرد البيت وصلنا إن سيدا بدك سامرية ونرام ك دورها ونحكى دور دفر هالك سيدا أي قران عن قرنه عن كده ونعمل ما أنت الدنيا بدل أي حد دور شديد سومالي أنا أوسع أتقن هل دور شيء كبعد إن كون فرق البنت صلح دور شيء كبعد وقفت تيران كي أفرت سلم جوليب أفرت السلام ودور شكل شمو سماء وأنا الحياة الغامن وحيكون غلي سادات كهير كون فرق البنت دربع وحيكون غلي ساد البرين دقال وحيكون غلي ساد وقت برس وحيكون غلي ساد وحي لغل لها بإني بابان أركتبع عن كفير مهمي إنت سعيد إن التاريخ مغطو شرفنا عنه تغطوه لذي السبع عن رؤية منه أما بريتو مركي عن ترتنين وحيارها عن ربنا كفانه وعن شابنا مغرباته إنه كان مغطو أي تهي يعني أركين كنتي وها أرنتان أمان تيدا يشرف تيدا إيو وح والبغة أهوي بارلمانكي لغات كونفور بلبل وعن قبلكي لبغول أغلنا هالعلم هاي أنيقى وحنكشتوي بارلمانكي كونفور بلبل وبغول أفرتني سرارها إن سراشن الشمتي دستور بكوبرني لقصو علي مركي سراشن الشم حلوان ودليرو يددوا وين يا قولهم يوحقرب يقبع يويبر الله كاني أيهما وحيقوا عن سوال ما دام دستوركي يبارلمان كيليس وفجي أيهما إذن المدينون يوحيقوا عن سوال إلى أيهما إسوافجيان دور الشبي بارلمان كيوح ميحتوليها أي إسوافجيان إنتي أي هل سنة كالديرين مركا وحا أي أولي رأيين أنا قبل المدينين عدك لما ورسلين
waxay ahayd dastuur toosin iyo dowlad iska qayb ka mid ah ahaayeen. Waxay u bixiyeen waqtigoodii, waxay u bixiyeen waxa dadka Soomaalida maanta ay ka fikirayaan oo ah Soomaali waxa ka dhaqan galay oo dunida loogu jecel yahay, oon gadaalba loo fiirinaynin, oo wax la sheego loogu jecel yahay waa doorasho, ama xildhibaan hala doorto, ama madaxweyne hala doorto. Maxaa soo kordhaya iyo maxaa ka imaanaya iyo muxuu keenayaa midna maaha. Dadka Soomaalida waxay adduunyada ugu jecel yihiin waa doorasho, waayo waa la isdooranaya. Waxa loogu jecel yahay loo rabanayo hal waaye, waa la iska kacsanaya, waayo maana doorasho jacayl maaha kine. Marka ayagii oo saas ahaa oo wixii loogu jeclaa in doorasho la gala aha, iyay waxay u bixiyeen dadkooda iyo shacabkooda iyo dastuurkooda iyo dowladdooda, iyay u hureen doorashadii ay xaq ugu lahaayeen inay u bixiyaan in nidaamkii la iswaafajiyo. Marka sharaftan iyo karaamadan iyo laga sidaan maanta laga tagaayo waxaa keenay oon ku ammaanan oo nagu mahad celinaynay baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo guddoonkiisa, aad iyo aad nagu mahadsan yihiin. Wax la sheego oo taariikh ah iyo ayagana ka tageen oo ah inay iswaafajiyeen muddadii baarlamaanka iyo xukuumadda Koonfur Galbeed, waxaan ilaahay ka rajaynayaa ayagana inay mudnaantaas iyo abaalmarintooda ay helaan. Nin kasta oo reer Koonfur Galbeed ay u hormeeyeenna uu ogaado aysan dad la mid noqonin waxa iyo taariikhda ay suubiyeenna la xusi doono, ana la ilaawi doono insha allahu tacaala, abaalmarinteedana ay heli doonaan. Sidii uu hadda sheegayay Sultan Warsane, xalay kommunikeega markuu soo baxay xildhibaanaha isoo wacay uu baxay dadaa isoo wacay mise xildhibaano adi waxay rabaan noqdeen. Laakiin Sultan Warsane waxay ogaanaysaa adigii odayaasha dhaqan karo xildhibaanada hadda joogo oo waqtigooda dhumiyey, abaalmarinta iyo mudnaanta iyo sharafta ay leeyihiin dadka hormuud ku lahaa arrinta waa waa ogtihiin. Dad la mid maaha marka intaas ogaa arrinkana aada u mahadsantihin. Intaas kadib runtii qof guulaystay iyo cid isaysatay oo kubad ku dheeraysay iyo cayaar lagu kala adkaanay midna ma jiri. Annaga dhanaa guulaysanay, xukuumadda Koonfur Galbeed guulaysatay, madaxdii iyo mas-uuliyiintii iyo siyaasiyiintii iyo musharaxiintii iyo hay-adihii kala duwanaa oo ayagana arrintan ka doodaya guulaystay. Nin walba oo reer Koonfur Galbeed iyo dalka Soomaaliya dhanna waa wada guulaysteen. Waxa laga guulaysteena waxaa waaye doorasho heshiis lagu yahay, Koonfur Galbeed oo heshiisa hal doorasho oo dhacayso wax ka fiican oo lagu heli lahaa male. Nin kastoo musharaxa maanta wuxuu usoo diyaar garoobayaa siduu sheegay alaaf gooyey, doorasho cusub, dad isla socdo, berri markii la doorto waqti kale aanan ka dhameynin, aanan baarlamaan baa la dhisaya lama haynin, baarlamaan iyo madaxweyne la dooranayo sida istiriid oo kale iyo heli doonaa. Marka cid gooni oo laga guulaystayna ma jirto, cid gooni oo guulaysatana ma jirto. Waxaa guulaystay dowladda Koonfur Galbeed, waxaa guulaystay shacabka Koonfur Galbeed, waxaa guulaystay dadka Soomaaliyeed oo dhan. Marka Soomaaliya oo dhan iyo cid kasta, waxaan leeyahay hambaryo dib u heshiisiintii iyo nidaamkii iyo wixii inta loo joogay sida sharaftana uu ku soo dhammaatay. Oo si gooni ahna aan rabo haddana inaan uga mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo runtii si daacadnimo ah oo reytinimo leh mas-uuliyad ku jirto, inta waqtigiisa ugu dhammaaso shaqo badan ugu taallo laba jeer ku soo noqday, ugula soo noqonayana in aan dib loo noqonin oon lagu habsaamin waxa hadda socda ee horey loo socdo, dowladiskana la toosiyo, wax lawada isla leeyahay ee lawada ogol yahayna la sameeyo. Madaxweynahana aad uu mahadsan yahay shaqadii fiicnayd oo nala qabtay. Mar walbana waa uga mahad celinaynaa insha allahu dalkan dadka iskale waa dadkan hadda xilalka kuwa raadinayo iyo kuwa haayo cid laga leeyahay male. Dalkan iyo dadkan iyo dowladda waa wada leenahay. Waxaa sharaf noo ah inaan wada ilaashanno nabadda, aan ilaashanno dowladnimada, aan ilaashanno dib noqonin inta hadda la hayo iyo inta maqan la raadiyo. Haddii ay dhacdo in la isku mashquulo
dib loo noqdo inta hadda hawlaha waa la weynayaa intii hore u noqonayeen horey u sii dhumaysaa marka dib u dhac intaas la eg ma hayn karno mana maanta mana loo baahno qarnigan iyo marxaladan hadda la maraayo in inta dib loo noqdo la isfuuriyo oo la yiraahdo waa inta taagnaa iyo hebel waa inta taagnaa ciidamada qalabka sida ee amniga noocyo laga kala duwan waa ugu horreeyaan atmos iyo ciidamada dowladda iyo ciidamada state-ka inta runtii dadaal aad iyo aad muhiim u ah iyay suubiyeen amnigana waa sugeen waxayna qeyb ka ahaayeen dimojisiinta saraakiisha iyo ciidamadaba dhabar adeega ay u dhabar adeegeen dimojisiinta iyo qeybta muhiimka ay ka ahaayeen ayagana waa ku mahadsan yihiin ugu horreeya taliyaha artemis general basfaad iyo saraakiishii la shaqeynaysay wasiiradii amniga taliyaalka kale ciidamada kala duwanaa ee soomaaliyeed intaro runtii dadaal xoog leh oo waxay sameeyeen loo baahnaa oo amniga ay qeyb ka ahaayeen oo ujeedada ay rabeen ay ahayd midda aan caawa joogno in la gaaro dad soomaaliyeed oo reer koonfur galbeedah oo walaalo ah oo midaysan oo waxay wada leeyihiin haysto waxay wada leeyihiin ilaashanayo in la gaaro mid walbana mas-uuliyaddiisa iyo waajibaadkiisa uu ka goyanayo yay ahayd waana la gaaray intaasoo kale odayaasha dhaqanka oo door muhiima ayagana ka qaatay dimojisiintan waa u mahad celinaynaa maalintii ay waxaan dimojisiin lagu dhawaaqay ilaa ay maanta iyo koorba duurnimada lagu taagnaa habeenna aanan fariisanin ayagana aad iyo aad ugu mahadsan yihiin guusha aad keenteen waan kaga mahad celinaynaa odaytinimada iyo dadaalka iyo dowladnimada qeybta aad ka tihiin waa ku mahadsan tihiin sidaasoo kale guddigii doorashooyinka guddiga dib heshiisiinta yuusuf iyo tiimkiisii ayagana aad iyo aad ugu mahadsan yihiin sharaf iyo waxay mudanyihiin bogaadin qof kasta oo reer koonfur galbeeda intaan inta joognay u taagnaa oo arrintan dareenkeeda ay haysay dil iyo dilabo u soo baxay cunta u yimid safarada iyo shaqo uga soo tegay oo wasiirada iyo xildhibaanada dowladda federaalka ay ku jiraan oo habeen iyo maalin inta taagnaa una taagnaa sidii xal iyo nabad loogu heli lahaa sidaasoo kale ayagana aad iyo aad ugu mahadsan yihiin xildhibaanada wasiiradaba oo dowladda federaalka nooga yimid iyo inta maqneyda ayagana saasoo kale u taagneyd ayagana waa mahad celinaynaa xildhibaanada iyo wasiirada dowladda koonfur galbeed ayagana dadaaladii iyo tanaasulkii iyo garab istaagii dib u heshiisiinta ay sameeyeen ayagana aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin cid kasta oo reer koonfur galbeeda gaar ahaan shacabka baydhabo oo degmada baydhabo ugu horreeya maamulka degmada iyo gobolka oo culimada leh oo dhallinyarada leh oo ururada bulshada leh gabdhaha oo habeen iyo maalin u taagnaa wacyigelinta nabadda iyo dib u heshiisiinta iyo ilaalinta dowladnimada iyo soo jiidista iyo bilicda magaalada ayagana aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxaa ii muuqatay intaas aan inta joogay afartisiina iyo ka horbo dadka reer koonfur galbeed inay yihiin dad dowladeed dad nabadeed dad soo dhaweeyey dad dowladnimada jecel dad wanaagga jecel annagana intaasaan ku ilaalinaynaa insha allahu tacaala waxaan ugu ballan qaadaynaa ilaahay hortiisa inaan mas-uuliyadda iyo xilka iyo talada intaan hayno amnigooda iyo nabadooda iyo horumarkooda iyo taladooda iyo meeshooda wanaagsanba aan kala shaqayno aana weydiino wixii xalka ilaahay baa yaqaana wuxuu xal ku jiro aragtidooda iyo rabitaankoodana aan ka shaqayno sidaan horey ugu shaqaynaynay ayagana waxaan ka codsanaynaa inay u istaagaan sidii nabaddan lagu hayn lahaa horeyna loogu socon lahaa dalkii nabanbanaana loogu istaagi lahaa sidii loo xoreyn lahaa dadka soomaaliyeed waxay qabaan aan u qabi lahayn jidadka lasugu furi lahaa dib uxoreyntana loo istaagi lahaa shabaab maanta dhibaato iyo cadow kowin ma jiro asagaasaa u baahan inaan indhaha aan annaga isku fiirinayn inaan isaga ku fiirin maxaa yeelay 16 sano yaa waxaan u samreynay shabaab annaga oo dhan waa isu jirno waa u samreynay waa ku qanacsanay waa la dilaayay waa
وانا قرحين هاي وانا تورن هاي هل سنو يعني يسوسر بلانا هل سنو وليه الشرعيات يعني كو سحينا يعني يسوسر بلانا وانا عادة وما سنتين إلا يسوسر بلانا حدين مركة عن ماذا عن يسوسر بلانا وهل تصارن وغفرا وحن نسمح لنا من أننا دم من النحيم ورمانا معنا يسوسر بلانا ليسو تنازلو ديرانا يسوسر بلانا سيد أنا أقول لك 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 أنا أقول وأنا أقول لك أنها هي التي تدعم 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 كما سألنا بيلا كنتي دلالة للسوبية يو تدكا ريكم فرقبة ميلو بي جوان بو وحل اليوم كرما من اللي ضيئي كرو أو بد اللي ضيئي كرو ما هاد ذلك واس يو احترام كاس يو مرد داس يو وناك داس يو حرماس يسميهم ووهينا وانا كل العالمينا وانا قلوا ذيئينا ما هكرم دارنا إنا من استاذنا ونحن نعلم كشق علم دقيقة مسؤولية وحوصوري انت يعني عن جوغي ما انت انت ايماني وزير باها دورد فرارا كان وزير كاها هل تم وعراء ملعين ما انت نمرح ايدي هل ملوك مجر افرتي سنة تنهي بعدها كهر من طول سنة يعني سياسات كشق علم يلو يتون سنة تلك الصومالي اللي وجه لنا أنا أقول لك إن أنا داعي هاي بدك لي بدك لي شعب كي يروح هذول ما لنا أنت هذا هاي نسان كي يجي محل جيب كي يجي بقى عن أقول عليه ونقول بدنا هاي ونقول بدنا هاي يا هذانا ربي يترك السماء كلها بس ونسياسة دي كجرا ولا يجي يا معنا ما هي معاي هذانا هذين المعاي كل كيلو أبوه الواح سيد الحليو عينا اللي جت شيء قال واحد كيلو أبوه كل سبعون مركب السوري ده ويسك يبلك الله له وأنت أصبح يدفع إياه وما أنت يا الله أنا أهين أنت حد عن قعد على المهام هينه وأحد هم تكتك ثان هل ده شكل وهل يراه وين الوقت جران جرا كان السوبي وين جرا كان السيني وين جرا كان السحي لا السياسي شرفت أسامة ما أنا كتب نماني وح ويجي يوح محل هاي المحرسة يوح من عبر أنا الوهست مجرم مركا دلقات يوح اللوحة على إندي لمنين اللي بسنبرو بلك إنت عليك وصدح القوالة وكونفور بالدول يراه واستيد كأولدت كبرانا واي الصومالي شن مليون لا أفر مليون وقفة كمهو وأعرفتين ما هوش سويتها دكتور مجلته يلبق على المرة وح الله علي وحي الدولين يبه ميضة بني الله هذا بباهين حدي هالشيء وكمي اللي وعيني ميك الله هيستاني قول مسؤولين انت اسكين مجلته انت ايضا هاي ونبكي الى الله ووحا مربت الوحا ونهوين ومال متاقنا وحا غايل الموحا وانا بدك الصوماليات كهر مرنو aan horey ugu socono waxa qabaana in gaarno way waan ku dadaalaynaa insha Allah wax walba oo heenin waa u qadnay wax walba oo heenin waa ku bixinay haddana waa ku bixinaynaa hadii Ilaahay raaho waxaan rajaynaynaa mustaqbal fiican dowladnimada waxay u baahan tahay dulqaad waxay u baahan tahay samir wax badan oo jacaysha weynaysa wax badan oo naxar tahay baa u dulqaadanaysa wax badan oo rajayn baa qabaysa wax badan oo la raalihayna waa raalaysa wax badan oo لكن هناك اشياء اخرى في المنطقه التي تتمتع بها
وأن بركاده يدكاده يدولده يدينته وأدوسه يرتد وأدوه غايته مركا آريا دا المحسنتين دادكا ريكم فرقل بيت وين يبقى جوران وصوده وينينا جعما فرمان كصوده وينينا البركة مروا فرقل دموليشيسين تحدى لحيه واتي شرعية دا وليسكو هاي لكن دموليشيسين تي ريكم فرقل بيت مروا يبقى جوانشي وفرمتها وانا غضلنا نجو جرينو إلا يأنتجارين لا دب كبن أي حال لسكون هذا حال مقصد ركوب فرق البيرون يهرب تين غرام ليش الله سعدنا لو جاره والله ما دوجسين تمر ما أنت كويك ما هان سميت سيس وعطين غرب أنت إن شاء الله تعالى اتكستو أو نقلش غيسين وكم هسين وذاش بغل كي يمسونين تكره ودين ونرى وراهم لكن تبنا عملنا وسيل جرنا وسيل ورنا من كستو أو ركون فرق البيضة أو ترشقري أما سياسي أما عرقتين دون شكرا قريب أما كفكرة وحيانين لغوش الكينا إيربوربا لديدي مغالا لديدي إنتا لمري واي وحبار الشيء واي نورو ماشو برهمرو وحور راح الشيغو إيربوركي سهدهو إذا مدي سيبا جوهو إذا كان وإذا كدونه دكون فرق البيضة وعيدك دولة الصومالية وعيد مريني وولالهن لشقية أمن كرشقية هرمك كرشقية من كحيك الرابيني تبكي سي برشد سي ومد السنة بحقرة رشقية وانا أصوب من وانا كفر حسن أخوتي واحدا بل وحن إله كرجالي ما ومسكوب بسبب أما خلاف يقول كانوا إنه سن مرضا بدعين يعني إله كرجالي ما وقدم بنتي وعن رأينا سجود عن أقوم هذا اللي ذات كصومالي سجارة مدحونها جمهورية فرق صومالي يقدموها برلمانك ومسؤولية عن قاتي عنهم هذا اللي ما أنتي قدموها وبها وعن قبلنا شرد المجلسين شكر الله بندي من بس هو فكرة لا يبغون قطع عن سوى عيسى يا المجلسين ما هو عن قدر جلي انت وسعتا من مثل مدان وهي اديها جين انسان عدي ساكا قاعدة المدى سيناي محايت وعلمها جيناي طفك ستلقي سوكو سيناي لكن سي موقف تبدوها وقاتي يعني كوات كيستي وها واللي جينا وقف عن ما اما قفك حل هلوالي اما هلو اما دي وحكا لحقبو اما ترشاها جلتو واللي جينا وهلوه وهو هذه شاطر أريد أقرتي من وقف صلاة الغوارين لغا الله وليه الشيء واللي يرى هرين دكان هرلا كسوقتي أنا أسكاله هرلا إلي جري دكان كيف يفريه كامل يرى دين ويرى محسنين إساء قف كيبال دشيد من عبباته حداد شاطر بحسين مكاري وعلي وعبباته كره أذي مركة وقوق أصبالتا إنا انتفر يستطيب تراهي مي وانا أسكاله إيه دارو هرلا كسوقتي وحوال باع مركة يا أبا عندي بوشيسين طبعاً مسؤول الدولة مركز آدي هذا وما حسنتي مدير قدومي كسور بنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.